لعند نونو وضيفتها. أنا دايما بقول كل إطلالة لأي فنانة أي ممثلة، وكلنا نجوم إذا فينا نقول صبية أو حتى ست، من تحت أنامي كولات اسكندر عن جد بتطلع أميرة. لهيك لتكمل بالفعل. إطلالتك خلينا نشوف المكياج الخاص لحفلة الزفاف مع كولات اسكندر ونانسي. أكيد ساشا مثل ما قلتي، وخاصة هيك الأنظار بتكون على العروس ليلتها ونهارتها، بتكون هي العروس كتير كتير ملبكة ومعصبة. سوا لكن بدنا نرحب بخبيرة التجميل كولات اسكندر. كيفك كولات؟ منيحة، كيفك شو أنت أخبارك؟ نانسي؟ ماشي تمام. الحال. أول شيء بدي أقول لك ثانك يو، لأنه اليوم أنا كنت عند كولات عم بعمل ميك اب وعم بعمل شعراتي، فبتقوم بتقول لي كولات من الأشياء هيك النصيحة اللي أعطتني إياها، قال أحلى لون ممكن تلبسيه على الهوا هو النيلي، فرحت دغري أنا اخترت لون نيلي وأنا ما لقيت شيء بالنيلي. ثلاث يعني لفت انه اسمك صار معروف جدا وعم تتعاملي مع مجموعه كبيره من الفنانات، قولي لي شو سر نجاحك؟ سر نجاحي سر نجاحي هو شغلي اكيد وتقدمي بالشغل، وسر نجاحي هو انه كذا ستايل عندي مش ستايل واحد، واكيد المصداقيه مع الست. هلا بعد شوي رح نحكي عن الميك اب الدارج، ولكن قولي الصبيه اللي بدها تتجوز واختارت كولات اسكندر، كيف بيكون اول لقاء؟ اول لقاء لها بتكون اكيد بتجي لعنا على الصالون الانستيتيو، هو ميك اب وشعر اكيد. اذا حابه ميك اب وشعر اكيد بدها تحكي مع ميشيل زيتون وكولات، كولات بنحكي كرمال الميك اب وبنشوف شو معقول نعمل تحضيرات لنهار عرسها. طيب اول شيء هيك بتطلعي على الصبيه شو بيلفتك بوجهها؟ مثلا بتطلعي على فورم الوجه، على العيون، وين بتركزي؟ يعني اول ما اطلع فيها بتطلع على العينين اكثر شيء، يعني بشوف كيف ستيل عينيها، كيف ممكن اعمل لها الميك اب، دغري بيجيني هيك اشياء استوحي يعني شو ستيلها، بيرجع اكيد حواجبها وبشرتها والفورم الوجه. ايه اكيد. طيب كولات ممكن يعني بتخضع مثلا لعنايه معينه قبل ما تجي لعندكم، بتعملوا لها سوا معين، بتقولوا لازم تجي بهالفتره؟ اكيد هي العروس بس بدها تحجز عنا اكيد بدها تحجز قبل بوقت من عرسها، ان كان بثلاث اشهر او اربع اشهر، اكيد بتحكي مع اخصائيه البشره كرمال وجهها نشوف شو معقولة نعملها قبل العرس من سوانات فيشل للوجه يعني من جولد ماسك اشياء كل شيء اكلها لنهار عرسها. طيب بتعملي شي بروفا ولا دغري بزيت النهار؟ بتعرفي هلا انا معروفه ما عندي بروفا، انا قلت انه العروس بتكون كثير ملبكه وعتلانه، ها ما عندك بروفا، شو بتعملي حتى تريحيها اكثر؟ انا بريحها اكثر انه عندي بورتفوليو كثير قوي، يعني ان كان عندنا اعراس طبيعيات اعراس مش موديل عاملينهم وحاطينهم بورتفوليو لصبايا عادي، يعني هلا عم نشوف اعراس على الهواء اعراس طبيعيه، يعني بيشوفوا الصور ممكن يعجبها هذا الستيل وممكن يعجبها هذا الستيل، بس اكيد بالنهايه بنلحق شيء اللي بيلبق لها هي واكيد شو بتحب. طيب وهلا في كثير مرات بنلاحظ مثلا في صبايا بيحملوا صور لمشاهير بيقولوا انا عبالي مثلا كون شكلي يطلع مثل هيدي، ومع انه هيدا الشيء ما بيلبق لها، هون كيف بتحاولي تقنعيها انه لا هيدا الشيء ما رح يلبق لك؟ اوقات بتزبط معها اوقات ما بتزبط معها. واذا ما كانت ظابطه شو بتعملي؟ يعني بحاول ارضيها بشيء ثاني، شيء يلبق لها وتحبه، لانه بالنهايه بس تقوم على المرايه رح تحب حالها انه هيدا الستايل مزبوط ومع حق كولات انه هيدا هو اللي بيلبق لي، اكيد رح نحب صور واكيد رح نشوف كثير عالم انه ميك اب بس بالنهايه كل انسان شو بيلبق له بينعمل له. صح، كل واحد عنده شخصيه معينه. طيب كولات قولي لنا شو دارج هلا ميك اب؟ شو الميك اب العروس كيف؟ ميك اب العروس حسب انا بلحق المود هيدي غنى تبع. لا لا فكرتها غنى. لا بلحق المود لا مش سيرين هيدي، لا اللي مرقت قبل مش سيرين، لا كروة سيرين. لا لا اوكي، لا مش انا، نتالو قالت سيرين مش انا. لا لا مش سيرين، سيرين اخر كليب لها. ايه هلا رح نحكي عنه. قولي لي شو الدارج للعروس هلا؟ هلا عم نعتمد كل سنه عن سنه عم نغير شوي الستايل تبع العروس، عم نفوت اكثر هلا بالستيل الاي لاينر مع الرموش الكثيفه واكيد التان المحدد مع حمره بسيطه وناعمه. اوكي، ما في هيك مثلا
الحمرة القوية ما عم بيطلبوها؟ قليلة هلا مع عنا ديجي يعني، بس أكيد بيكون الميك اب كتير خفيف لنقدر نحط حمرة قوية، بس العروس منفضل الألوان الرايقة كتير بتعطيها يمكن هي إذا جريئة شوي زيادة عن زوم بتحب يمكن تحط الأحمر ولا البوردو بيرجع هذا الشيء بس للعروس. إذا كان كل تركيزنا هالسنة هن على العينين وعلى الرموش الكثيفة، حمرة ناعمة وبتحب تستعمل فيكساتور للوجه كرمال يضاين كل النهار؟ ايه اكيد، هو البرودوي كله ووتر بروف واخر شيء اكيد بس تخلص التان والعينين وكل شيء بنحط فيكساتور بضاينا لتاني النهار. حلو، فيها تنام وتقوم بعدها بالميك اب بعدها ذات الشيء. كولات خلينا نحكي شوي عن اخر اطلاله لسيرين بالفيديو كليب تبعولها، وكانت عروس سيرين. مزبوط. كيف اشتغلتي هون؟ هون كمان اشتغلنا على الستيل شوي اوروبي، اشتغلنا بطريقه كثير ناتشورال، بس كمان مثل ما قلت الرموش الكثيفه هلا كثير حلو وكثير دارج مبينين عنايه بطريقه غير، واكيد التقسيم الوجه التان الحلو والحمره البسيطه. وقديش سيرين هيك بتتدخل بالميك اب ولا بتعطيك الحريه؟ صراحه سيرين عندها ستايل معين، عندها الوانها الخاصه، بس مثل اكيد البني؟ الالوان ترابيه هول معروفين بسيرين يعني. اوكي. بس اكيد يعني فوت اشياء انا حبيتها من رموش من حواجب يعني تغيير كامل. شفنا اخر دعايه لقلك هي الايماج دو مارك تبعولتك سنين. طريقه الرموش كانت شوي غريبه، اول مره بشوف انا من هالرموش اللي كثير طوال ارتستيك كانوا هن بالنهايه للصوره، بس اكيد بنعمل الميك اب وانا حبيت اعمله بطريقه انه كل زبون تشوفه تقدر تحبه ويقدر ينعمل. اكيد الرموش ما حدا بحب هالقد كثير لانه ارتستيك، بس في ناس مثلا عندها سهره شيء كثير فاشن هيك ممكن ينعمل. طيب وديانا حداد اخر طله لقلها؟ اخر اطلاله لقلها كانت كثير مميزه عرب ايدول، كانت كمان ستيل ميك اب كمان كان محدد، ستيل ايلاينر من فوق محدد مع الايلاينر من تحت محددين لعينه كمان، بس بكثافة الرموش كثير عم بيطلع حلو. و صار لك زمان انت مع ديانا، مش مزبوط مش اول تعامل، هيدا سبق وتعاملتي معها من قبل يمكن كمان شيء كليب بيعايبه صح كذا اطلاله لالا. وساره الهاني، ساره بدي اسلم عليها كمان صراحه، صار لي زمان ما شفتها، عاده بلتقي فيها عندك، صار لي فتره ما شفتها. ساره كمان اطلالتها كلهم تقريبا كل ما بنشوفها على التي في صرنا بنعرف انه ميك اب كولات. صح، اخر اطلالات اللي هلا عم تطلع فيهم هول ميشيل وكولات. طيب قديش هيك بحملك مسؤوليه وقتها تتعاملي مع نجمات مثلا؟ بتحمل مسؤولية أكيد، بس بحب هذا الشيء لأنه هن التغيير، هن الأشياء الحلوة المميزة اللي بتقدري تغيري وتبرهني عن شغلك أكثر وأكثر. كلهم بيتركوا لك الحرية ولا؟ بيتركوا لي الحرية، وأكيد باخذ بعين الاعتبار شو بيقولوا هن، بهمني إنه أرضيهم وأرضي حالي. كولات اسكندر أنا بدي أتشكرك. ميرسي إلك. ثانك يو لحضورك معنا، وأكيد إن شاء الله بيكون عندنا هيك لقاء كمان عن جديد. ميرسي أكيد. كل التوفيق لك. ثانك يو. مشاهدينا رح نتوقف للحظات قليله مع الاعلام، نرجع نتابع ببيروت، خليكم معنا.